بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل ما زال مستمر هنا مع هذه الانطلاقات. بابل 6 دقائق 14 ثانية صاحب التوقيت الأفضل الأجمل بمستوى أصحاب السمو الشيوخ. تهانينا سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، شكرا سيف بن خلفان لغويس على هذا الأداء الجميل. شوطنا الأخير، ولكن بعد هذا الشوط تأتي أشواط أبناء القبائل. أبناء القبائل نتمنى إن شاء الله التوفيق، لحظات وسوف نعود هناك لأشواط القمم، لأشواط الحدث. يا هل ترى إلى أين سوف تغادر تلك الأشواط؟ هذا والعلم عند الله. شوطنا الثامن، شوطنا الأخير، شوط الوداع بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل الشعارات الحاضرة. اذهب هناك إلى المركز الأول، الطحان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، عبد الله بن علي بن واس لجتبي، بينما هناك متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الثالث، ثالث المراكز، لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا مسري بن سالم مع وضاح. وفي المركز الرابع من أتى هنا مخلاب لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مكتوم مع مهير بن سيب بن نايع بن واس. وفي المركز الخامس، الله 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 يا الكحلي، الله يا الكحلي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، أيضا سيف بن خلفان لغويس. يا سلام، أساميه مميزة، أساميه مميزة تشتاق لها القلوب. نقلتنا إلى المركز السادس، نقلتنا إلى المركز السادس ما شاء الله لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد سراب، يضمره مختار أحمد. المركز السابع، هناك اللي في المركز السابع، اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي في سابع المراكز هناك سمو الشيخ أحمد منصور بن محمد بن راشد مكتوم، مطر بن محمد بن رفيع. المركز الثامن، اللي في المركز الثامن هناك الذيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع والعاشر شاهين، هو شاهين من هج الند الشبا سالم سعيد في عملية التضمير. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز. ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، بالوفاء والتمام، بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة، ولكني بعود إلى متعب إلى أبو مطر. حاضر أيضا مع جولاتي متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا سعيد بن عبيد الحميري. نقلتنا هناك على وضاح لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن مسري بن سالم بالعرضي مضمرنا، مضمر القرن، مضمر التاريخ، مضمر الكثير والكثير. انتقل وياكم الى الكحلي، الكحلي اللي غير الى المركز الاول لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان لخويس سراب. رابع المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار احمد في التضمير. وفي المركز الخامس اللي وصلنا طحان في خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بن واس. اللحظات الأخيرة الجميلة هنا من عمري هذا الشوط. يا هل ترى إلى أين سوف تغادر هذه اللحظات؟ إلى أين سوف تغادر هذه اللحظات؟ بشائر الخير هلت. يالله يا الثلاثي الجميل، يالله يا الثلاثي المميز، اللحظات الجميلة. ولكن متعب اللي شن الغارة مبكرا على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، أحد خبراء التضمير في هذا العالم الساحر، السعيد بن عبيد الحميري. وهناك له الكحلي
الاهلي لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان ال غويص، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث وضاح لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وايضا مسري شاهين من هجن الدشبه اللي حل رابعا، ولكن سالم بن سعيد التضمير اذهب هناك الى القمه، الى القمه للحرب مجرم، الحرب له مجرم، ولكن مجرم الركض هنا مضمر الكحلي، مضمر الكحلي الخامسه 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 اليك يا زعبيل، الخامسه اليك يا مشرف، اللحظات الاخيره ولكن متعب 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 بدا يتحرك في اللحظات الجنونيه، اللحظات المميزه في اللحظات الجميله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم السعيد السعيد، يعلى ايامك كلها سعيده، يعلى ايامك كلها سعيده يا ابو مطر، مضمر هذا الشعار السعيد بن عبيد الحميري، سلام سلام ابو مطر سلام. تانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري المركز الثاني، سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم المركز الثالث، ايها الاخوه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع، هجن ند الشبال المركز الخامس، ايها الاخوه هناك اللي في خامس المراكز سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا اتضحت النتيجه ايها الاخوه لهذه المراكز، دعناها عليكم بالهو التمام بالهو التمام، الله يخليك، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس هنا في هذه الانطلاقه الجميله. 6 دقائق بنقول 23 13 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.